اتصالا عبر الهاتف الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. دكتور، بعد التحية والتقدير لهذا الانضمام، هل الولايات المتحدة تتحرك ويتحرك بعدها العالم فيما يتعلق بسعر الفائدة، وإلى أي مدى ستستمر الولايات المتحدة في هذه السياسة النقدية؟ أولا أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا دكتور. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية عندما تتحرك فيها سعر الفائدة، هناك كثير من الدول مرتبطة عملتها بالعملة الأمريكية الدولار الأمريكي، وبالتالي تحرك الفائدة في الولايات المتحدة بالزيادة وفقا لما تم الإعلان عنه من البنك الفيدرالي الأمريكي أن هناك زيادات في سعر الفائدة قد تصل في نهاية هذا العام إلى 3 أو 3.5% تقريبا سعر الفائدة المنتظر. هو النهاردة احنا بنتكلم في 1.75% 2.25 تقريبا، وبالتالي متوقع أن يكون هناك زيادات متوالية حتى نهاية العام. طب النهاردة الدول فيه لا سقف لهذه الزيادات؟ لا، المتوقع أن يكون سقف هذه الزيادات هتصل لغاية 3.5 أو 4%، ثم يبدأ تقليل أو تخفيض سعر الفائدة في منتصف 2023 وتبدأ تعود الأمور إلى طبيعتها. طيب لماذا حين سألت سقف هذه الارتفاعات حدد لها طبقا لهذا الحديث دكتور 4%؟ لماذا 4%؟ ما الذي يعنيه هذا الرقم؟ هو التحديد ليس 4%، والتحديد كما تم الإعلان عنه من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أنه هناك زيادات في سعر الفائدة لمواجهة التضخم الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية اللي وصل النهاردة إلى 8.6%، ومن المتوقع أن معدلات التضخم أو الزيادة في الأسعار في الولايات المتحدة تصل إلى 9.5% إلى 10%، وبالتالي هو أعلن أن هناك سياسات تجديدية على أسعار الفائدة ورفع الفائدة لمواجهة هذا التضخم قد تصل كما تم الإعلان عنه في حدود ما بين 3.5 إلى 4%. طيب، وهنا أسأل سؤال آخر طالما هذا ليس من تحديداتك، ما هي السياسة التي أدت إلى أن تكون الرؤية هي 4%؟ هل هناك قراءة اقتصادية لأفق الأزمة طبعاً. التي طيب هل لك أن تطلعنا عليها؟ أولا الولايات المتحدة الأمريكية أو البنك الأمريكي قام بزيادة أو يقوم حاليا بزيادات أو سعر الفائدة لمواجهة التضخم. النهاردة هناك تضخم، هناك زيادة في معدلات الأسعار في الولايات المتحدة بمستويات كثيرة أو متعددة نظرا لارتفاع سعر الطاقة، نظرا للأزمة أو الروسية الأوكرانية. العالم كان بدأ يتعافى من أزمة فيروس كورونا في منتصف 2021 ثم تعافي جزئيا، فالمصانع والشركات في الولايات المتحدة لم تشتغل بقوتها، المعروض من السلع ليس هو بالكافي لمواجهة الطلبات، وبالتالي رأى البنك الفيدرالي الأمريكي أن يكون هناك زيادة في أسعار الفائدة، يتخذ إجراءات تجديدية زيادة في سعر الفائدة عشان يواجه الطلب، يواجه أو يقلل ويخفض الطلب الموجود، وبالتالي يتحكم نوعا ما في ما يطلق عليه الزيادة أو التضخم الموجود. أحد الأسباب أو أحد الأساليب اللي بيعتمد عليها الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة التضخم هو هذا، هو التوجه بزيادة سعر الفائدة، في حين أن أيضا سعر، ويمكن هي دي السياسة ليست أو يجب أن تكون ليست هي السياسة الوحيدة، لأن ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة أو في العالم كله ليس ناتج فقط عن زيادة في الطلب، ولكن هو انخفاض في السلع المعروضة وفي الخدمات المعروضة لعملية البيع. نظرا لسلاسل الإمدادات من المواد الخام متوقفة، النهاردة في رفع كبير جدا في أسعار الغاز الطبيعي، في أسعار النفط على مستوى العالم، النهاردة بنتكلم في برميل النفط تجاوز ال 120 دولار، وبالتالي كلفة الإنتاج زادت بشكل كبير. هذا هو التفسير العلمي لماذا هذا هو التفسير العلمي، لكن السؤال، هل البنوك المركزية في العالم ستعمل على ملاحقة هذه الارتفاعات في أسعار الفائدة طبقا لقرارات الاحتياطي الأمريكي؟ طبعاً. لا حيلة لها أن تتعامل منفردة في هذا القرار؟ طب دعني بس أوضح الصورة عشان تبقى الأمر أكثر وضوحا. النهاردة معظم الدول أو معظم البنوك المركزية بتحاول أن تلاحق البنك المركزي أو البنك الفيدرالي الأمريكي في زيادة سعر الفائدة، نظرا لأن أسعار الفائدة فيها منخفضة، وبالتالي هناك تخوف من البنوك المركزية أن يتم التحول إلى ما يطلق عليه الدولار، يعني تحول المواطنين إلى شراء الدولار كمخزون للقيمة بدل من العملة الوطنية، وبالتالي يكون هناك عندهم أزمة في الاقتصاد. وبالتالي بدأت الدول زي دول الخليج لمعدل سعر الفائدة لديها 2%، فلابد أنها تقوم برفع أسعار الفائدة عشان تلاحق
العملة المرتبطة بها لعملة الدولار. نفس الكلام بنوك الاتحاد الأوروبي، هي مرتبطة عملتها بالعملة الدولار الأمريكي، وسعر الفايدة لديها منخفض، وبالتالي قيامها بزيادة سعر الفايدة هو الهدف منه أنه عدم أن يتحول الاقتصاد لديها إلى أو قيام المواطنين لديها أو الشركات باكتناز الدولار. بالضبط. وبالتالي هناك ربط ما بين أي دولة مرتبطة عملتها، وطبعا على مستوى العالم معظم الدول مرتبطة عملتها بالعملة بالعملة الدولارية، فبتقوم بزيادة سعر الفايدة عشان تلاحق الدولار أو تحاول أنها تقلل من المخاطر التي قد تصيبها بسبب زيادة سعر الفايدة في الولايات المتحدة الأمريكية. وإن كان أيضا في زيادة سعر الفايدة في هذه الدول هيؤثر على حجم الاستثمارات لديها، هيؤثر على حجم خروج ما يطلق عليه اللي هي الأموال الساخنة أو الهوت ماني اللي هي في الأسواق الناشئة بشكل أساسي. وبالتالي النهاردة لابد أن يكون الحل ليس فقط في أداة وحيدة لأداة رفع سعر الفايدة، ولكن لابد أن يكون هناك حلول أخرى في هذه الدول، إن هي يتم زيادة في حجم الإنتاج، زيادة في حجم السلع المعروضة، جذب استثمارات، خاصة أن الاقتصاد العالمي على مستوى العالم المتوقع فيه أن وفقا للبنك تأديوات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن معدل النمو الاقتصادي في على الاقتصاد العالمي انخفض من 4.9% إلى أقل من 3.6% في عام 2022، وبالتالي فحجم رؤوس الأموال أو حركة رؤوس الأموال على مستوى العالم انخفضت بشكل كبير جدا، وبالتالي أصبح جذب الاستثمارات هو عملية ليس بالهين ولكن عملية صعبة جدا حاليا، وبالتالي لابد من إجراءات تحفيزية للمستثمرين المقيمين داخل أي دولة أو جذب استثمارات جديدة. نعم، أهلا وسهلا بك دكتور عبد المنعم السيد، وأنت مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، شكرا لك إذ كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. شكرا يا فندم.